أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل خروج الدجال يكون بعد نفخة البعث الأولى، أي أن الدجال سيكلم جميع الناس أم لا؟ لا يا أخي، أولا ظهور يعني العلامات الكبار، أولا ظهور المهدي من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، مهدي المسلمين ما هو مهدي أهل الضلال، ثم ظهور الدجال في وقت المهدي، ثم نزول المسيح وقتله للدجال، ثم بقاء المسيح عليه السلام حاكما بدين الإسلام حتى يظهر يأجوج ومأجوج، حتى يظهر يأجوج ومأجوج في عهد المسيح، ثم الدابة تظهر، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم النار التي تسوق الناس إلى المحشر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.